مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلين وياكم في تغطيتنا لدور 16 من بطولة صاحب السمو الملكية الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود المدي 12. معي في هذه اللحظات استضيف الأستاذ أحمد المدي. في البداية نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. الله يحييك، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحييكم وحيي القناة اللي أنتم مشاركين فيها، وانا جيت احضر المباراه، اتفرج على المباراه، وحشني ابو مدي وجاي اتفرج على المباراه عنده. في البدايه استاذ احمد المدين، يبارك لكم صعودكم الى دوري الدرجه الاولى نادي الربيع، ايضا حدثنا قليلا عن السعاده والشعور الذي ينتابك الان وانت تلعب في الدرجه الاولى. هذا مو شعور، انا ما سعيد لوحدي، جده كلها سعيده في الصعود، والصعودي يعتبر صعود لأهل جدة كلهم ولملاعب جدة كلها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الفضل لله عز وجل، ونتمنى سبحانه وتعالى نحن نستمر ونواصل انتصاراتنا ونوصل إن شاء الله إلى دوري زين إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهود العاملين في النادي، اللعيبة والإداريين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف إن شاء الله. نشكر الأستاذ أحمد المدي، أحمد البعداني عفوا، على هذا اللقاء، ونتمنى التوفيق لفرقة الربيع في الأيام القادمة إن شاء الله. وشكرا، وأشكرك وشكر عظيم، وجزاكم الله خير.